معدل إجمالي الحوادث المسجلة تطال Recordable Incident Rate. هذا المؤشر هو واحد من المؤشرات اللي ابتكرتها وكالة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية أوشا، وهو أيضا مقياس الكفاءة والسلامة المهنية يتستعمل في المقارنة ما بين الشركات اللي في نفس المجال أو القطاع. يمكن لنا أيضا نستعمله في القياس ديال الكفاءة في السلامة المهنية ديال شركة واحدة والتطور ديالها مع مرور الوقت، بحيث كل ما كان معدل إجمالي الحوادث المسجلة صغير كل ما كان أحسن. هذا المؤشر كيتم اشتقاق النتيجة ديالو من الصيغة اللي كتجمع ما بين عدد الوقائع والحوادث المسجلة خلال فترة معينة، واللي كتكون عادة 12 شهر الأخيرة، وإجمالي ساعات العمل المنجزة خلال آخر 12 شهر بالمقارنة مع ساعات العمل المنجزة من طرف عينة من العمال خلال سنة كاملة من العمل. وقبل ما نكملوا الشرح، بغينا نذكركم أن 85% من الناس اللي كيتفرجوا في المحتوى ديال القناة ما مسجلينش، الشيء اللي كيخلي مؤشرات الأداء الرئيسية ديال القناة تكون ناقصة بزاف، وهذا ما كيشجعناش باش نبذلوا مجهود أكثر ونزيدوا نقدموا محتوى افضل. لهذا الدعم ديالكم بالتفاعل والاشتراك في القناه مهم بزاف باش القناه تستمر والفائده تعم. باش نوضحوا اكثر، الصيغه العامه باش كنحسبوا معدل اجمالي الحوادث المسجله هي كالاتي: عدد الحالات المسجله خلال اخر 12 شهر او اقل مضروبه في 200,000 مقسومه على اجمالي عدد ساعات العمل المسجله خلال 12 شهر او اقل. العديد منكم غادي يتسائلوا منين جبنا هذيك ال 200,000، وكاين اللي غادي يتسائل علاش قلنا 12 شهر او اقل. اولا، ال 200,000 هي اجمالي عدد ساعات العمل ديال 100 عامل خلال مدة سنة كاملة، واللي كيتحسب بهذه الطريقة: 200,000 كتساوي 100 عامل مضروبة في 40 ساعات عمل في الأسبوع مضروبة في 50 أسبوع ديال العمل في العام. ثانيا، قلنا 12 شهر حيث الفترة القياسية اللي حسبنا فيها إجمالي ساعات العمل ديال 100 عامل كانت 12 شهر. في بعض الأحيان هذه الفترة كتكون قل من 12 شهر، في الحالة اللي كتكون المدة اللي بدأت فيها الشركة المزولة للأشغال ديالها قل من 12 شهر، في هذه الحالة كناخذوا إجمالي ساعات العمل ديال هذه الفترة. عادة ملي كيتسجلوا حوادث في الشهر الاول ديال العمل ديال الشركه، فهذا كيخلي معدل اجمالي الحوادث المسجله يكون مرتفع بزاف مقارنه مع الفترات الاخرى اللي كتجي في الاخر ديال العام. باش توضح الامور مزيان، غادي ناخذوا هذا المثال باش نحسبوا معدل اجمالي الحوادث المسجله في شهر دجنبير 2022. هذه هي المعطيات الاساسيه: اجمالي عدد ساعات العمل خلال اخر 12 شهر هي 320,000 ساعه عمل، اجمالي عدد الحالات المسجله خلال اخر 12 شهر هو 13. اذا معدل إجمالي الحوادث المسجلة في شهر دجنبير هو 13 مضروبة في 200,000 مقسومة على 320,000، اللي كتساوي 8.125. تفسير ديال القيمة اللي لقيناه هو كالآتي: خلال عام ديال الخدمة 8% من العمال تعرضوا لحوادث مسجلة. من بعد ما فهمنا التفسير ديال القيمة اللي خرجت لنا في معدل إجمالي الحوادث المسجلة، وباش هاد القيمة تكون مقبولة ومعبرة خاصنا نتأكدوا أن جميع القيم المستعملة في العملية الحسابية هي ديال 12 شهر ماشي أكثر. غادي نبسطوا الصيغة باش نزيدوا نعرفوا علاش جميع القيم اللي استعملناها في الحساب خاصها تكون ديال 12 شهر. إلا تذكرنا، هذه هي الصيغة الحسابية ديال معدل إجمالي الحوادث المسجلة: TR إجمالي الحالات المسجلة خلال 12 شهر، ES معدل عدد العمال اللي تم التحديد ديالو في 100 عامل، H عدد ساعات العمل في الأسبوع، W عدد أسابيع العمل في السنة، EA المعدل الفعلي للعمال خلال 12 شهر. غادي نحاولوا نبسطوا هذه الصيغه مع فرضيه ان كل المعطيات اللي عندنا هي ديال 12 شهر، وبالتالي غادي نعوضوا بعض المعطيات بالقيمه الحقيقيه ديالها، والصيغه غادي تولي بهذا الشكل: TRIR هي TR مضروبه في 100 مضروبه في 40 مضروبه في 50 مقسومه على EA مضروبه في 40 مضروبه في 50. الى قمنا بعمليه الاختزال غادي تولي الصيغه النهائيه هي هذه: TRIR غادي تساوي TR على EA مضروبه في 100، يعني 50 غتمشي مع 50 و40 غتمشي مع 40، مع العلم ان المعدل الفعلي للعمال هو إجمالي ساعات العمل مقسوم على عدد ساعات العمل في الأسبوع مضروب في عدد أسابيع في السنة، أي إجمالي ساعات العمل في 12 شهر مقسوم على 2000 اللي هي 40 مضروبة في 50. إلا طبقنا الصيغة المختصرة على المثال التطبيقي الأول غادي يعطينا التالي: معدل عدد العمال في السنة كيساوي 320,000 مقسوم على 2000 اللي كتعطينا 160 عامل، معدل إجمالي الحالات المسجلة كيساوي 13 مقسومة على 160 مضروبة في 100 اللي كتساوي 8.125، واللي هي نفس النتيجة اللي لقيناها من قبل.